من هو الصحابي القليل الذي قال في أهل المهرة إنهم يقتلون ولا يقتلون؟ يقتلون. نعم. عمر بن عاد. هناك صحابي قليل. أدري والله. فكري. هناك صحابي قليل قال في أهل المهرة إنهم يقتلون ولا يقتلون. يقتلون. يقتلون ولا يقتلون. معاذ بن جبل. معاذ. معاذ بن جبل. يعني متأكد والله تخمينا كذا. معاذ بن جبل. معاذ بن جبل. يعني ثبت على معاذ بن جبل. إيه. عندك فكرة مرت عليك هذه الفكرة؟ لا. ها؟ حاول. وهذه اسمها إيش في حبوبة؟ هم شمون؟ ها؟ اسمك؟ ولي قولي باي. هناك صحابي قليل قال في أهل المهرة بأنهم يقتلون ولا يقتلون. مرت عليك هذه الفكرة من قبل؟ يقتلون ولا يقتلون. ما عندك فكرة؟ مصلي السلام عليهم. ها مرت عليك الفكرة هذه؟ يقتلون ولا يقتلون. من؟ يعني من الصحابي ها؟ أيوة. صحابي جليل. أيوة. صحابي جليل والله ما عندك فكرة؟ مرت عليك هذه الفكرة؟ خليك معي أنا. ما أنا ما مرت عليك الفكرة دي؟ ما. شكرا جزيلا. الصحابة. واحد من صحابي، صحابي قليل. والله. ما نبغى الجائزة تخرج من عندك يلا. ما أعرف. ما مرت عليك هذه الفكرة من قبل؟ لا ما جاء. ما مرت. شكرا كل عام وانت بخير. أنت بخير إن شاء الله. هناك صحابي قليل قال على أهل المهرة بأنهم يقتلون ولا يقتلون. يقتلون ولا يقتلون. يقتلون. صحابي قليل. لحظة خلوه يركز يا شباب. خلوه يعصر ذهنه شوية. أنا عندي إحساس إني بجاوب عليه. صحابي. أيوه صحابي قليل. يقتلون ولا يقتلون. بأن أهل المهرة يقتلون ولا يقتلون. عمر بن العاص. عمر بن العاص. متأكد من الإجابة؟ يعني ثبت على الإجابة؟ ثبت. ثبت يعني خبر أكيد؟ إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، سؤال نحن هنا في مدينة الغيضة، في شوارع مدينة الغيضة. سؤال حلقتنا يقول: من هو الصحابي القليل الذي قال عن أهل المهرة بأنهم يقتلون ولا يقتلون؟ طبعاً أهل المهرة شاركوا في كثير من الفتوحات ومع كبار الصحابة الأجلاء. الأخ من؟ أحمد الاثنين. أحمد الاثنين قال بأنه عمر بن العاص. إذن من هنا من شوارع مدينة الغيضة حصلنا على الإجابة الصحيحة. ألف مبروك. شكراً. هذه جائزة 40,000 مقدمة من برنامج فرسان. حيوا يا شباب حيوا.